دي ده صورة مش اعتقد واضحة انها شوية. دي لا دي درب اسكندرية، من اسكندرية، دي درب اسكندرية، درب اسكندرية، اه درب اسكندرية. دي درب اسكندرية. اوكي. هقول لحضرتك حاجة ظريفة جدا، في اخر الصورة ناحية الشمال في عربية سودة كده واقفة، اوكي. ده اول استوديو تصوير في مصر، كان عبارة عن عربية سودة وبيجرها بغل وفي اتنين بيسندوها لما تمشي عشان استوديو متنقل، الاحماض ما ما تتهزش، تتهزش. والراجل اللي كان عنده العربية دي اسمه فريس، كان بريطاني، ونتيجة للتراب اللي في مصر والطبيعة السخنة والحاجات دي اضطر ان هو يطور الأوراق الحساسة والعدسات والحاجات دي. لما رجع بريطانيا اكتشف ان العالم كله مستني هذا التطور، وبقت شركة فريس دي من أكبر شركات العالم في إنتاج مستحضرات التصوير. ده بقى ألبوم دار الهلال، دي صورة الأمير فاروق مع دي حديثة شوية يعني نسبيا طبعا. دي الحاجات الحديثة اللي بعد كده، إنما هي فيها صور نادرة أعتقد الناس تحب تشوفها، لو إحنا مشيناها شوية هنشوف صور تاني. ده فاروق برضو، ده على غلاف المصور. ده غلاف المصور، ده الأمير فاروق لما قرروا إن هو ده الرئيس جمال عبد الناصر وهو بيلقي خطابه الشهير في استنوا اسكندرية، شوية يا جماعة، ما تجروش في الصور بسرعة. اسكندرية ده اللي خطاب بعده. المنشية، ماشي أوكي. ده المنشية مش كده؟ ماشي. اللي بعده دي صورة جميلة جدا، عارف حضرتك اللي على اليمين ده الصغير ده البابا شنودة، وده والده وده اي أخوه، هو اللي واقف بالجلابية ده ايوه ومن تحت، وشوف عينيه ما اتغيرتش، يعني نفس النظرة بتاعت البابا شنودة. دي صورة مهمة جدا، ده الشيخ الغزالي راح للأستاذ الكبير نجيب نجيب محفوظ محفوظ. بيعتذر له بعد الاعتداء عليه، ولي واللي جنبه ده محمد عبد القدوس ابن الاستاذ حسين طبعا. عبد الحسن، ومتجوز بنت الغزالي، ايوه وكانوا رايحين له البيت يعتذر له عن اللي يعتذروا له. حصل من عدوان عليه.